موجز الأخبار على الحياة فام. التاسعة صباحا هنا من الحياة فام، أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. ينعقد اليوم السبت 11 من مارس الجاري المؤتمر الأول لأمراض القسطرة القلبية بولاية القيروان، وذلك وفق ما أكده الدكتور نجح بن حليمة رئيس قسم القلب بالمستشفى الجامعي من الجزائر بالقيروان لمفاد الأخبار الزبير العياري. وبيّن المصدر ذاته بأن المؤتمر سينعقد بحضور عدد هام من الأساتذة الطب من كل جهات الجمهورية ومن خارج البلاد. يسعدني ويشرفني اليوم باش نعلمكم بانعقاد المؤتمر الأول لأمراض القسطرة القلبية في القيروان، حدث أول من نوعه، ونتأمل أنه يكون منبع خير للمنطقة. حاضرين بالأساس أساتذة الطب من كل جهات الجمهورية، فما حتى أجانب مش يحضروا في المؤتمر، وكذلك أطباء شبان خاصة أطباء مقيمين في اختصاص القلب والشرايين. كانت الدعوة مفتوحة حتى لأطباء الصحة العمومية والأطباء الاختصاصيين من اختصاصات أخرى. أكد العميد عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو بأن لجنة الدفاع عن المحامين المحالين على التحقيق مؤخرا التي كونتها الهيئة تتعامل مع الملفات بإحرافية وستجلي النقائص والخروقات القانونية وستدافع في إطار علوية القانون وفي إطار قرينة البراءة. وقال المزيو بأن هناك بعض الخروقات المتعلقة بالإجراءات، وحتى وإن كان هناك شخص متورط في قضية ما وارتكب جناية أو عملية إرهابية فإن حق الدفاع مقدس، مشيرا إلى أن لجنة الدفاع تضم حاليا 6 محامين وهو عدد قابل للارتفاع، فكل محام مهني ومستقل ويتعامل مع هذه المسألة بحرافية تامة يمكنه الالتحاق بهذه اللجنة على حد قوله. وذكر مزيو بأن عدد المحامين المحالين على التحقيق إلى حد الآن بلغ 20 محاميا، من بينهم 6 محامين موقوفين وليسوا جميعهم في علاقة بقضية واحدة، بل هناك العديد من التهم ما زالت في طور التحقيق ويتعلق البعض منها بالعمل المهني المباشر للمحامي أو بخلافات وقعت مع بعض أعوان الأمن أو مع بعض القضاة في الجلسات أو أثناء سير العمل المهني. واعتبر أنها من المفروض ألا تكون تحت طائلة القانون الجزائي، بل تكون فقط تحت طائلة التأديب على أقصى تقدير في حال هناك مخالفة تأديبية. وفي سياق آخر، صدر براد الرسمي للجمهورية التونسية أمس الجمعة 10 من مارس الجاري بالعدد الأخير من الراد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد 206 لسنة 23 و2000 والمؤرخ في 6 من مارس الجاري، والقاضي بالموافقة على عقد المساعدة المبرم بين تونس والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل الأعمار في إطار برنامج تحسين نظام التخزين والنقل والوقاية من الفيضانات في تونس. وتجدر الإشارة لأن قيمة المساعدات قدرت ب 39,850 مليون أورو، ما يعادل تقريبا 132 مليارا من المليمات التونسية. أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة مساء أمس الجمعة بإطلاق سراح المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمنوبة والإطار العام بالمندوبية ذاتها وصاحب شركة الأحياء المحتفظ بهم منذ الأربعاء الماضي من أجل شبهة مسك واستعمال مدلس من موظف عمومي وفق ما أفاد به مصدر أمني لوكالة تونس أفريقيا الأنباء. ويأتي ذلك بعد ساعات من الاستماع إلى عدد من الأطراف ذات العلاقة بالملف جهويا ومركزيا والقيام المكافحات اللازمة حول وثيقة تمديد استغلال أرض دولية مسندة من المندوبية الجهوية للفلاحة بمنوبة. وقد تبين بعد إبراز الأدلة والبراهين أن هذه الوثيقة صدرت بناء على قرار اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بذات الملف والذي تم اتخاذه منذ سنة 18 و2000 بالتمديد له ب 15 سنة إضافية في استغلال أرض دولية. نهاية الموعد الإخباري الموجز قدمه لكم نصر الدين أحمد، والمشوار يتواصل مع مريم في ويكاند الحياة. تلتقي وإياكم في موعد إخباري أخرى، إلى اللقاء.